في مثل بيقول لك كده، صوابعك مش زي بعضيها. يعني زي ما في ناس وحشة وقاسية قوي قوي وفاكرين نفسهم ملايكة ومسخرين في الحياة، برضو في ناس محترمة يقال عليها محترمة، منهم الفنان الكبير، طبعا مش كبير سنا، كبير احتراما وأدبا لنفسه، هو حمادة هلال. مش هتصدقوا، حمادة هلال رد على المتنمرين والناس اللي سخرت من صورة الفنانة ميرفت أمين بعد ظهورها الأخير في عزاء المخرج علي عبد الخالق. حضراتكم هتسمعوا هو قال إيه، يمكن ناس يعني تتأثر قوي من كلامه. خليكم اسمعوا كلامه وبعد كده قولوا رأيكم في التعليقات، ووجهوا رسالة دعم لو سمحتم للفنانة ميرفت أمين بعد التعرض للبشاعة اللي تعرضت ليها. هقول لكم كمان الفنان حسين فهمي قال إيه. هنبدأ الأول بحسين فهمي، طبعا هو كان طليقها ووالد بنتها منة طلة، قال اللي هيفتح بقه هخرسه. الفنانة هي قيمة فنية كبيرة، بعيدا عن إنها زوجتي هي إنسانة قبل ما تبقى فنانة. وبعد كل التنمر والتهكم اللي حصل ليها، إن شاء الله افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي هيكون بحس الفنانة ميرفت أمين، وهيكون التكريم الخاص وهدية المهرجان هتكون ليها هي بالتحديد، لأنها فنانة ذات قيمة وقامة كبيرة. وقال اللي هيتنمر أو يسخر بعد كده أنا اللي هرد عليه، لأن احنا مش نسمح بإهانة القامات الفنية، بعيدا إنها كانت في يوم من الأيام زوجتي وحبيبتي. عارفين طبعا من بعد ظهورها الأخير أحد المعجبين أو المتابعين قال عليكي غضب ربنا، وشك اسود من اللي عملتيه في حياتك. طب عايزة أقولك، يعني انت عارف ان انت بينك وبين ربك ايه؟ يعني انت ملاك، انت ربنا خلاص سخرك تحط ده في الجنة وده في النار. يمكن هي اقرب الى الله منك، الله اعلم، الله اعلم هي بينها وبين ربها ايه. وعلى فكرة يا جماعة، الانسانة رايحة العزاء زي ما حضراتكم شايفين، بسيطة، مش حاطة ميك اب، مش عاملة عمليات تجميل. يا ريت لما نكبر نبقى في شكلها. يعني هي انسانة في عمر 73 عام بهذا الرونق والتصوير، تصالح مع النفس، دي حاجة كبيرة جدا جدا تحسد عليها. وهي فنانة جميلة بدون بقى عمليات تجميل وبوتوكس وفيلر وكل الحاجات اللي شايفينها. هي نفسها ردت على تلك التعليقات وقالت يا جماعة أنا رايحة عزاء مش رايحة مهرجان. وبرضو بنتها منة طلة اتكلمت وقالت أنا أمي في كل سن جمال خاص بيها، وهي إنسانة متصالحة مع نفسها لأبعد الحدود، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل المتنمرين. ومن ضمن بقى الناس اللي دعمتها والدعم بتاعها كان واضح قوي وبصراحة كان لطيف وكان خفيف وكان جميل زيه، هو الفنان حمادة هلال. حمادة هلال يا جماعة من الفنانين القليلين قوي اللي هو انسان قوي في نفسه، يعني حتى اعماله محترمة وانسان قوي بجد. احنا كل ما بنشوف موقف معين بنلاقيه بيتصدر في هذا الموقف، وتصدره في هذا الموقف كان بدعم قوي جدا. وقال الفنانة ميرفت أمين لو تعرفوا الخير اللي هي بتعمله كنتوا سكتوا كلكم. هذه الفنانة فاتحة بيوت ايتام بتراعيهم، ومش بس كده، هي اكتر واحدة بتعمل الواجب مع الصغير قبل الكبير، ما بتسيبش حد مريض الا ما بتكون واقفة معاه، وما بتسيبش عزاء الا ما بتكون فيه حتى بعد وفاة دلال ورجاء الجداوي. حرام عليكم، راعوا مشاعرها. ومش بس كده، قال كما تدين تدان، يوم لك ويوم عليك. انا حزين من كل التعليقات المسيئة والسيئة اللي تعرضت ليها الفنانة ميرفت امين، وان شاء الله في اقرب وقت هقوم بزيارتها لانها تستحق مننا كل الدعم وكل يعني المساندة. عايزة كمان اقول لحضراتكم، في ناس في التعليقات انا متأكدة هتدخل تقول ما سمعناش حمادة هلال بنفسه، وسمعنا صوتك وصوتك ما عرفش مزعج. شكرا وعلى راسي. قبل ما تقولوا كده، في يا جماعة حاجة اسمها حقوق بيكون غصب عننا، ما بنقدرش ننزل صوت الفنان، فبنحاول نجيب لحضراتكم مختصر الكلام اللي قاله. في مواقع تانية بتنزل، ممكن تسمعوا عندها. سلام عليكم.